وينضم معنا لمزيد من التفاصيل السيد يحيى مكتبي، الأمين العام السابق للائتلاف الوطني السوري المعارض. أهلا بك سيد يحيى. بداية، بحسب وكالة الأناضول يقول محمد علوش أن المعارضة ستشارك بقوة في أستانة، ما الذي تغير أو سيتغير في الجولة الجديدة غدا الأربعاء؟ لك وللمشاهدين الأعزاء، الحقيقة أن النقطة الأساسية التي سيركز عليها مؤتمر أستانة القادم هو الوضع في إدلب، وذلك لعدة أمور، منها حراجة الموقف نتيجة تسلط وفرضها أمر واقع هيئة تحرير الشام، والجانب الآخر الذي دائما شغلنا الشاغل وهو حماية المدنيين وعدم تعرضهم للقصف الجوي والتذرع الذي تستخدمه بعض الأطراف للتنكيل بالمدنيين وقصف المرافق الحيوية كالمشافي والمدارس والأسواق الشعبية كما حصل في فترات سابقة. طيب، في جردة حساب سريعة بعد 5 أشهر، ما الذي تحقق أو ما الذي حققته مناطق تخفيف التصعيد بالنسبة للمدنيين؟ بلا شك أن هذا الاتفاق أعطى أريحية ما خاصة للأوساط الشعبية. هنالك توقف للطيران في بعض المناطق، لكن أيضا هنالك انعكاسات سلبية، لعل من أبرزها أن النظام أصبح يوجه قواته و الميليشيات الإيرانية الحاقدة إلى المناطق التي تعد مستعصية عليه، وأكبر مثال على ذلك هو منطقة الغوطة في ريف دمشق وخاصة محور جوبر وعين ترما، حيث يتكبد نظام الأسد والميليشيات الإيرانية عشرات، بل أحيانا يصل إلى مئات القتلى. ايضا هذا الاتفاق نحن قناعتنا انه لا يمكن ان يغني عن وقف اطلاق نار شامل، والذي ولكن ما قيمه جلوسكم انتم كمعارضه، ما قيمه تواجدكم او جلوسكم على طاوله الحوار ان كنتم في الاخير ترون او ان كانت الرؤيه العامه هي لصالح بشار الاسد؟ الحقيقة ليست الرؤية لصالح بشار الأسد، ربما ينتصر في معركة هنا أو هناك، ونحن أن وراء بشار الأسد 63 ميليشيا بقوامة 55,000 مرتزق جلبت من لبنان ومن العراق ومن أفغانستان، وأيضا وراءه روسيا بقدها وقبيلها وطيرانها الحربي الحديث المتطور الذي يقصف المدنيين. إذا كانت يعني انتصر في بعض المعارك فلا يعني أن الحرب قد انتهت. ولكن بهذه النقطة تحديدا، اسمح لي سيد يحيى، في ظل مجريات الأحداث الآن، لماذا تصر واشنطن على تسليم البادية السورية للنظام؟ ألا تعتقد أن هناك اتفاقا دوليا لإعادة شرعنة سلطة النظام وتحكمه بالمنافذ الحدودية وخصوصا مع العراق والأردن؟ بالتأكيد هذه الجهود رأس الحرب بها هي روسيا كما يعلم الجميع، وتريد روسيا، وليس الأمر بالجديد، يعني روسيا تضع في ثقلها ومنذ فترة طويلة لإعادة تأهيل نظام بشار الأسد وإعطائه تلميع كما يقال من خلال تصويره أنه على الجبهة الأمامية في محاربة داعش، ومع ما يجري من ضغط على قوات سود الشرقية والشهيد أحمد عبده في منطقة البادية يأتي في هذا السياق. نعم هنالك تواطؤ خفي من قبل الجانب الأمريكي وتسليم لإطلاق يد روسيا في الملف السوري، لكن يعني ألم يقود هذا الموضوع المبعوث الأممي إلى الحديث بشكل قيس من قبل المعارضة أنه بعيد عن الحيادية، قضية حديثه أن موقف المعارضة هو موقف ضعيف، يعني هذا المفروض هو مبعوث أممي يكون محايد، من المفترض؟ الحقيقة نحن أدلنا هذه التصريحات واعتبرناها أنه أحال نفسه من مبعوث دولي يفترض به الحياد وتطبيق القرارات الدولية إلى ناطق رسمي باسم
الجانب الروسي. وبالتأكيد نحن نقول دائما أنه يمكن بطريقة ما فرض حل أو ما يسمى حل، لكن بالتأكيد هذا الشكل لن يجلب الاستقرار والأمن والأمان في سوريا وفي المنطقة عموما. ماذا عن الأكراد؟ كيف سيكون دور الأكراد في المشهد السوري بظل المفاوضات الجارية الآن؟ نحن بالنسبة إلينا في الائتلاف الوطني السوري لدينا شركاء في المشروع الوطني، هم المجلس الوطني الكردي، ولهم أدوار فاعلة على أكثر من مستوى ويشاركون في المفاوضات وفي الهيئة العليا للتفاوض وأيضا في الوفد. طيب ماذا عن سوريا الديمقراطية، ميليشيا سوريا الديمقراطية؟ نحن نعتبرها جهة إرهابية، لا يمكن القبول بها، هي سلطة أمر واقع وتمارس إرهابها واضطهادها على أخوتنا القرد قبل غيرهم من بقية المكونات من العرب والآشوريين وبقية المكونات الموجودين في شمال شرق سوريا. طيب نحن نتعامل على أساس المبادئ وليس الجهات. ما السيناريو؟ وضحت الفكرة. ما السيناريو؟ الخيارات الوطنية السورية نحن نتعامل معها بطريقة إيجابية. برأيكم ما السيناريو القادم في سوريا في ظل الحديث عن مرحلة نهائية لحل الأزمة وتوازع أو توزع لمناطق النفوذ بين الدول الراعية لمفاوضات أستانا؟ السيناريو القادم على ما يبدو أننا أمام مرحلة لإعادة تأهيل نظام الأسد وتلميعه، ولكن هذا الأمر لن يخدم الاستقرار والأمن في سوريا وفي المنطقة. على الجانب الآخر نحن أمام قوتي احتلال هما إيران وروسيا، ودراسة التاريخ تقول لنا أن في نهاية الأمر الشعوب هي الباقية وقوى الاحتلال إلى زوال. لا يمكن بحال من الأحوال أن تفرض هذه القوى الغاشمة بالقوة إرادتها على الشعوب. نعم قد يكون هذا الأمر لفترة ولكن لن يستمر طويلا. السيد يحيى مكتبي الأمين العام السابق للائتلاف الوطني السوري المعارض، شكرا جزيلا لك.